السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. مع حضراتكم احمد شكري. كنت كلمتكم الحلقة اللي فاتت عن مهارات التواصل، وعرفتكم ان التواصل بيتم بين طرفين او اكتر بوجود عدة مهارات، وختمت وقلت الحلقة اللي فاتت ان انا ان شاء الله في الحلقات الجاية هبدأ اتكلم عن مهارات التواصل مهارة مهارة. واول مهارة هقدر اتكلم فيها النهاردة هي مهارة الثقة بالنفس. موضوع حلقة النهاردة بيتكلم عن الثقة بالنفس وكيفية تطويرها. في البداية، الثقة بالنفس هي نوع من الأمان الداخلي اللي بيعتمد على ثقة الفرد بإمكانياته ومهاراته ومدى قدرته وثقته بنفسه على تنفيذ وتحقيق أهدافه. مش بس كده، الثقة بالنفس من المهارات الجيدة لمواجهة الحياة وتحقيق النجاح المطلوب. ايه اللي الانسان المفروض يعمله عشان يطور ثقته بنفسه؟ اكتر من 10 حاجات لازم تكون عارفهم عشان تزيد ثقتك بنفسك. رقم 1، الجانب الروحاني. علاقتك مع ربنا لازم تكون قوية، ده احسن حاجة في زيادة الثقة بالنفس. رقم 2، الاهتمام بالمظهر. الاهتمام بالنظافة الشخصية والمحافظة على المظهر العام بيزيد من ثقتك بنفسك. رقم 3، ممارسة الهوايات بكل أنواعها زي القراية، الرياضة، الثقافة، أي حاجة أنت بتحبها. الممارسة المستمرة بتحسن الحالة المزاجية عندك وبتزود الطاقة وبتزود ثقتك بنفسك. رقم 4، تحديد نقاط القوة. التحديد ثم الاستغلال ثم النمو أو التطوير. أول حاجة هتحدد نقطة القوة عندك، تاني حاجة هتستغلها، تالت حاجة هتنميها أو هتطورها. يعني مثلا لو انت بتتكلم انجليزي كويس، استغل المهارة دي وطور نفسك فيها اكتر. كل ما الانسان بيطور من نفسه كل ما ثقته بنفسه بتزيد. رقم 5، تحديد نقاط الضعف. التحديد ثم التحسين ثم التطوير. اي واحد مننا بيبقى ليه نقط ضعف، ما هو مفيش شخص كامل. اول حاجة هتحدد نقطة الضعف اللي عندك، تاني حاجة هتحسنها، تالت حاجة هتطورها. عايز اقولك على حاجة، الشخص الناجح اللي واثق من نفسه ما وصلش اللي هو فيه الا لما تلاقيه ارتكب اكتر من خطأ. وقف؟ لا، ما وقفش، ده نمى قدراته وعمل على تحسين وتطوير نقط الضعف دي وبقى شخص واثق من نفسه. ومادام بقى شخص واثق من نفسه يبقى كده شخص ناجح. رقم 6، عدم المقارنة مع الاخرين. عود نفسك ان انت ما تقارنش نفسك بحد نهائي. انت ممكن يبقى عندك نقطة قوة تبقى عنده هي نقطة ضعف، فالافضل ان انت ما تقارنش نفسك بحد خالص. رقم 7، التفكير في حل المشاكل اللي بتواجهك بكل هدوء بعيدا عن التوتر والقلق. رقم 8، عدم اتخاذ اي قرار بشكل متسرع. رقم 9، الايجابية والتفاؤل مع الاخرين والتخلص من الاحباط عن طريق ايجاد اصدقاء ايجابيين بيدعمونك ويقفون بجانبك، وكل ده بيزود ثقتك بنفسك. رقم 10، المساعدة للآخرين والنصايح الإيجابية لزمايلك، ده كله بيزيد ثقتك بنفسك. رقم 11، يجب الراحة لفترات متقطعة طوال اليوم لعدم الإجهاد. رقم 12، خفف من تأنيب نفسك على كل خطأ ترتكبه. مش كل لما ترتكب خطأ تقول يا ريتني ما عملت كذا، لا، واجه الخطأ ده عشان بعد كده لما تقع فيه تعرف تحله بكل سهولة. رقم 13، واخر حاجة، لغة الجسد من اهم مزايا الثقة بالنفس، وده ان شاء الله هيبقى موضوع الحلقة الجاية. وبكده حلقة النهاردة تكون خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك للفيديو واشتراكك في القناة مع تفعيل الجرس. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب.